الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم يونغ آن يتجولان في مركز تجاري في سنغافورة قبيل القمة المرتقبة، هكذا ظن رواد المركز قبل أن يتبين أن هذين هما شخصيتان تقلدان ترامب وكيم يونغ آن، وحولهم احتشد الناس لالتقاط صور تذكارية معهما استباقا للحدث التاريخي. الهجرة السنغافورية حققت معي لمدة ساعتين، أنا هنا لكي أبقى، وأعتقد أنهم لن يحاولون طرد الرئيس لأن ذلك سيمثل أمرا سيئا بالنسبة لسنغافورة. نسبة التشابه بين الأصل والصورة تصل إلى 99% على حد وصف من شاهدهما. لم يكن أحدنا توقع اللقاء بين ترامب وكيم جونغ أون حتى اقترحناه في الأولمبياد، لذلك أنا أعتقد أننا نحن المبادرين في هذا اللقاء، وإذا كانت هناك جائزة يجب أن نحصل عليها نحن. سنغافورة من جهة أخرى أكملت استعداداتها لاستضافة القمة التاريخية التي تأتي وسط اهتمام عالمي واسع، وقد وصل إلى سنغافورة وفد من مسؤولي كوريا الشمالية للتحضير لزيارة.